نحن رح يصير وقت موعدنا الثاني دجلي خانم. بعرف أرسيم بك، الحق معك. أنا حكيت معه قبل شوي، هو على الطريق هلأ رح يوصل. بدي أطلب من حضرتك بس 5 دقايق لسه. انتي عم تمزحي ما هيك؟ يعني الشي اللي قلتي مانو جدي ما هيك فريدة؟ لا ماني عم بمزح يا بيسا، انا عم بسألك وناطرة منك تعطيني الجواب الصح. يعني انتي برأيك انا زبطت الحفلة بس مشان افضح قصة دجلة وبرش؟ وقال انتي اللي زبطتي موضوع الريبورتاج كمان. ايه صح، مزبوط كلامك، كنت حابة أعمل شي ظريف ومنيح يفيد شغلي، مشان هيك خطرت لي هالفكرة. بعدين لو فعلاً مثل ما عم تقولي، أنا ليش ما عم أحكي شي للصحافة؟ ما فكرتي بهالشي؟ ما سألتي حالك ليش ما بتناول أي موضوع بيتعلق بحياته الشخصية وأموره الاجتماعية؟ أنا ما حكيت أي شي حتى أني انهيت علاقتي ببرش، ليش لحتى أعمل هيك؟ ما بعرف يا بنتي، ما بعرف يا روحي، مشان هيك أنا عم بسألك. مو مشكلة يا فريدة، مو مشكلة. أصلاً أنا شو ما حكيت على الفاضي لأنك مقتنعة باللي عم تفكري فيه، مشان هيك بعتذر منك كتير. بس أنا مو قدرانة تعب حالي أكتر من هيك، لا تأخذيني، بس بدي إياكي تعرفي إنه أنا ما عملت أي شيء. إذا جاي مشان عمل السنوات الصعبة فلا تعب حالك على الفاضي. الدور صار لي. برش ناطرينك جوا، ناطرينك جوا، خلينا نفوت يلا بسرعة ما في وقت. لميس كمان تركتها؟ حتى هي ما عاد بدها تجي على مقابلاتها. بس يا روحي شو بدك تعمل؟ هذا شغلنا، واحد بيكون عم يغرق والتاني بيكون عم يحلق. بس مع هيك انت فوت عادي، جرب حظك، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، ما هيك؟ بس ليك لا تتفائل كتير لأنه أي شيء عم تحط إيدك فيه عم يخرب. طالبين هاد الزلمة كمان؟ مشان نفس الشغل؟ مشان نفس الدور؟ ايه مشان نفس الدور، بس أنا والله ما كنت بعرف، لو كنت بعرف ما كنت طلبت منك تجي بارش، صدقني ما كنت أصريت عليك ولا خليتك تقرأ السيناريو حتى، عن جد مو مخبريني. دجلي خانم حابين تتفضلوا؟ ايه أرسيم بك، دقيقتين ولاحقينك. لا أنا ما بدي فوت دجلي، ما بدي فوت، شو اللي علمي؟ شو بدي يقول القصة؟ طول بالك، اسمعني، إذا فوتت هيك فرصة ممكن تندم بعدين، لو سمحت، اسمع مني، وصلنا لهون، خلينا نفوت ونحكي معهم شوي، شو خسران؟ شو عم تعملي؟ عم ابعت ايميل للميس خانم، في كم شغله طالبتهم مني. بتعرف انه بارش ما قبل يفوت على المقابله؟ ايه طبعا، وعلى فكره ما تفاجأت ابدا. انا كمان ما تفاجأت، بس برايي مو صح تضغطوا عليه لهالدرجه. شو بدنا نعمل ميرال؟ نتركه يعني؟ هو اصلا ما نو منيح، اصلا وضعه سيء كتير وشغل ما في، وبعد ما فشلت هي القصه رح يصيبه احباط. بس هيك ما بيمشي الحال، انا من بكره رح روح اطلب مقابله ثانيه، وطبعا ما بعرف اذا رح يقبلوا ولا لا. لك بنتي حتى لو قبلوا هنن يا ترى بارش ممكن يقبل؟ ما بعرف. لميس خانم شو صاير معها؟ مريضه لتكون؟ قال صاير معها مرض اسمه متلازمه الارهاق، بدها تغيب عن الوكاله كم يوم لتتحسن. هي هي كل المعلومات يلي عندي. لميس انا عملت لك هي الشوربه. يعيشوا بدك تشربيها تمام وعديني.
يعني ما بعدك إنه أكيد رح أشربها، بس بعدك إنه حاول، يعني رح أبذل جهدي. بدك تشربيها؟ ها شوف عم بشربها. ممتاز تمام. اسمعيني لميسي، إذا بدك أنا بلاقي شي حجة وبضل عندي. حياتي خلاص فيك تروح، أنا أصلاً شوفت عينك شو عم بعمل، بدي أرتاح وأتفرج على المسلسلات اللي مشايفتها من قبل، وأكيد رح نام بالأخير. طيب ماشي، معناها إذا صار شي معك بتخبريني فوراً. إيه أكيد بخبرك وهذا وعد. يلا روح لعند صدف وسلم لي عليها. يلا باي. رح سلم لك. شربي لشو. طيب كتير. شربيها كلها ماشي. تمام أنا ما بطول. ماشي ولا يهمك. باي. باي باي. شكراً كتير على كل شي. باي. كرمال الله أحكي معه. ولا يهمك أمي. كيفك؟ أهلين. دائما في صعوبات تواجهنا بارش، وبدك تعرف إنه مو هيك بتتهرب منها. أنا ما عم بتهرب من حدا بنوب. لا يا إيه منيح لكان، والله ريحتني بصراحة. صار لي كم يوم مشغول بالي عليك، كنت عم أقول لحالي شو رح يصير فيه لهالشاب، معناها بلا ما أكل همك. ليك أخي الله يخليك لا تستلمني هلأ. ليش ما فتت على المقابلة؟ يعني ليش لحتى تروح على حالك هيك فرصة؟ عن أي فرصة عم تحكي أخي؟ فهمني. عن أي فرصة؟ تتذكر بزماناتك أنت شو كنت تقلي بارش؟ قلت لي يا أخي أنا بدي صير ممثل، وحطيت هالشي ببالي ورح أعمل كل شي لأوصل. أنا قلت إيه والله، أخي موهوب وعنده رغبة ومصمم، وأكيد بس يحط شي بباله بيعمله. وإنت نفذت كلامك، هذا كان حلمك يا أخي، هذا كان أكبر أحلامك، وهي صار حقيقة. ولا أنت ما بتقدر تضيعه تصرفاتك هي، لأنه هيك فرصة ممكن ما ترجع تتكرر مرة تانية. بالنهاية الوسط مليان نجوم لمعوا فترة واختفوا، وهلأ ما بنعرف وينهم ولا شو عم يعملوا أصلاً. طيب ماشي، معناتها بتكتب اسمي بيناتهم. تعرف شو، انت لهلأ مالك ملاحظ قديشك إنسان محظوظ. أي حظ اللي بتقصده؟ أي حظ اللي عم تحكي عنه؟ الناس اللي بتحبك، اللي واقفين جنبك شو ما صار يصير. بس انت إذا بتستمر بهي الطريقة حتى هدول رح يملوا منك ورح يروحوا وتبقى لحالك. يمكن أنا هذا اللي بديها، يمكن في ناس دبقانتني وأنا بدي أتخلص منهم، يمكن أنا ما عاد بدي أحكي معكم، بركي بدي إياكم تحلوا عني وتتركوني على راحتي، بدي تتركوني أتنفس. دير بالك على أحلامك منيح، إذا بدك تحققها لازم تتعب وتشتغل. شو عم بيقول؟ حكيت معه؟ ايه حكيت معه، ما عم يسمع شي ماما، ميبس راسه على الآخر. ليش ما فات على المقابلة؟ لأنه طلع عمر قدامه، فلما عرف أنه انعرض عليه نفس الدور قام حمل حاله وانسحب فورا. طيب احكي معه أنا؟ أمي خلص بكفي، يعني نحن أصلاً توترنا بما فيه الكفاية. بارش هلأ معصب من الكل ومو متحمل حدا، ما في داعي نصر عليه نحن الاثنين مع بعض. خليه ياخد قراره لحاله، والشي اللي بلاقيه مناسب خليه يعمله وخلصنا. شو بدك يانا نعمل؟ نتركه على هالحالة؟ بدي ارجع احكي مع هديك البنت. ما تقولي هديك البنت، دجلة، لا بقى تحكي هيك وتخلي الزلمة يعصب اكتر. شو رأيك احكي مع البنت يلي اسمها دجلة يا حيان؟ هيك منيح؟ موافق؟ ماما لا تعملي هيك، خلي القصة تمر على خير، لا بقى تفكري بدجلة، خلينا نفكر ببارش، خلينا نفكر كيف بدنا نساعده ليتحسن. Thank you.
شو أخبارك جلال؟ منيح سرحان، أنت شو أخبارك؟ منيح شكرا. لميز كيفها؟ منيحة، ماشي حالها. عملت لها شوربة قبل شوي على أساس تشربها، بس ما كتير عندها شهية، قاعدة على الكنباية وما عم تعمل شيء، حتى قالتني إنها بدها تنام، مشان هيك خلتني أعطيك هاد. لا تدق الباب، لا تزعجها. تمام. انت قلت لها اني رح اجي شيء؟ لا ما قدرت الا، يعني ما عرفت شو ممكن تكون ردت فعلها، مشان هيك ما قلت لها. مشان هيك لا تضغط عليها كثير، وحتى المفتاح مو انا اللي اعطيتك يا سرحان، انت طلبته واخذته. ايه تمام، شكرا. ولا يهمك، يلا سلام. باي 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 باي. كاتبين إنه عمر راح مقابلة مشان عمل السنوات الصعبة. في شي جديد بخصوص باريش؟ لا، يعني ما في شي بخصوص أفلام السينما بنوب، وفي واحد بس كاتب إنه بدنا إياه يرجع على المسلسل، وفي فيديوهات تبع باريش، وفي فيديوهات بيسان عم تبكي بكل مكان. لا تفكري فيهم، كلهم بينتسوا بعد فترة. أوه، أنت اللي عم تقولي هالحكي؟ إيه أنا اللي عم أحكي هالحكي. أنت مقتنعة بالشي اللي عم تقوليه ولا مجرد حكي؟ ليش مو أنت اللي كنت تقولي إنه القناعة نص النجاح؟ إيه بس، وأنا كمان عم خلي معنوياتي مرتفعة شوي. والله أنا معجبة فيكي دجلة، ما بتغيري نيتك الطيبة لو شو ما صار يصير. عم حاول على القليلة. بالمناسبة أنا سكرت كل حساباتي وما عاد أهتم بحكي حدا ولا برأي حدا، خليهم يكتبوا لي بالدنيا ويحكوا لي بالدنيا، ما بقى بدي زعل حالي من شان شي. يس. وأخيراً أعزائي المشاهدين، الحركة اللي نحن انتظرناها من فترة طويلة. يا الله يا ميرا، حلوين كتير. صدف خانم مبسوطة كتير. اي مبسوطة لأنه المسرحية انتهت. كان العرض كتير حلو، ما هيك؟ ما تخيلت هيك رح يطلع كتير حلو. عن جد ألف مبروك. شكرا كتير. كانت حلوة كتير فعلا. جلال بيك أنا رايح على الكواليس شوي وبرجع. ايه طيب، على راحتك. تمام. صدف خانو، أنا ورفقاتي ناطرين هون مشان نهنيكي، كنتي عن جد كتير بتجنيني. شكرا كتير. تفضلي لو سمحتي، جبتلك مربى خص نص إلي، ما في شي من قيمتك، أنت بتستاهلي كل الخير. شكرا كتير، خجلتيني يا خانو. العفو، ولو أنا بعرف كتير منيح إنه حضرتك ما بتاكلي إلا الفواكه والخضرة، ما هيك؟ هدول فواكه عضوية تماماً من الحديقة تبعي. نحن جايين من منطقة باليك. أي مظبوط. بدك تروحي لعنا لهنيك؟ ممكن تعرضوه هنيك؟ للأسف المسرحية انتهت. زعلتيني. ليش لا؟ بكل الأحوال نحن أكيد رح نرجع نزورك مرة تانية، نحن منتابعك المسرحية من مسرحياتك أكثر من مرة. كتير. شكرا كثير. شكرا لك. سلم إيديكم. يلا بالإذن. يسعد أوقاتك. يلا بالإذن. يلا خلينا نمشي. امشي تفضلي. يلا
عن جد شكراً كتير. أنا متأكد إنه حيكون إليك مستقبل مشرق، وبدي أسألك من باب الفضول بس، عم تشتغلي مع شي مدير أعمال يا ترى؟ لا، يعني مدراء الأعمال اللي بدي أشتغل معهم ما حبوني، وبالعكس اللي حبوا يشتغلوا معي أنا ما كان بدي إياهم. إيه معناتها أنا حاعطيكي كرتي، بركي منشتغل مع بعض بيوم من الأيام؟ ليش لا؟ لحظة بس، ليكو وينو ها؟ وهي كرتي. آه انت بتشتغل بوكالة ايجو؟ ايه بوكالة ايجو. اطلع قدامك يا براق شو بك؟ بس انا ما ضربته بهي القوة، انا بقرر هالشي. معناتها انتو تناقشوا مع بعضكم وبعدين قولوا لي شو النتيجة. انت هلأ بتعرف مع مين عم تحكي يا ترى؟ خليني اعرفك، دجلي ارتام من مدراء اعمال وكالة ايجو. عم تمزحي؟ لا تأخذني امانة، شو بقدر اعمل لحتى خليك تسامحني؟ تركنا لحالنا وروح مثلا. أنا بعتذر كتير بس صار لازم أطلع لفوق. كرتك معي، أنا رح أتصل فيك. شكراً كتير. وأنا كمان كتير بتشكرك، شرفت بمعرفتك. خليني أعزمك على فنجان قهوة لتروق القلوب بيننا، شو رأيك؟ لو سمحت كرمالي أستاذ. أنت متأكدة أنه ما بدك ياهم صدف؟ لا ما بدي، صحة وهنا. أنا ما باكل شغلات فيها سكر كتير. إيه شو بدنا نعمل جلال؟ شو بدنا نعمل؟ عنا فيلم جديد المربي بدنا نشتغل عليه. أنا ما عم أحكي عن خطتنا بالشغل، عم قلك هلأ شو بدنا نعمل. شو رأيك نروح نقعد ونشرب شي؟ إيه منروح ماشي مثل ما بدك، بس اسمعيني لازم نحكي شوي بخصوص الفيلم. إيه صدف المنتج صار علي بالاتصالات. شوفي لك هلأ عم يتصل. ها المنتج عم يتصل. لا ترد. صدف شبنا. لا ترد يا أخي. معقول ما منقدر نلاقي مشروع أفضل من هاد؟ شو يعني دور مربية بتعطي الأطفال دروس فرنسي؟ ايه شو فيها؟ شو اللي ما فيها؟ مو أنت اللي كان بدك فيلم اجتماعي صادف شبنها؟ ايه بس أنا كنت عم أتخيل شي مصير أكتر من هيك، يعني مثلاً شي دوق وسيم حلف يمين إنه ما يتزوج، بس طبعاً عنده أسبابه لهالشي. قضى طفولة صعبة مثلاً، أبوه ما بيحبه، ما بيشوفه كابن نهائيا، بس لما بيموت ابوه بصير دوق مكانه، وبعدها بتطلع قدامه شي بنت حلوه. صدف كاني شايف هالمسلسل بشي مكان. ايه تمام، بس انت فهمت علي شو قصدي جلال؟ انا بدي شي يحمسني من جواتي، المفروض يكون شي فيه رغبه وحب وحماس، يعني كيف بدي اقول لك؟ شي مختلف، ممكن يكون كوميدي، الكوميديا كمان ملعبي. ايه بس مو نضل نعيد ونكرر هي المواضيع دائما. فهمت عليكي، فهمت عليكي يا روحي، معناها بشوفه بخبرك، بلكي بيطلع معنا شيء، بلكي ما بعرف. على خير. لوين رايحين؟ بدكم تسهروا بشي مكان؟ ايه رايحين نتفرج على عرض لرفيقتنا، عم تعمل ستاند اب كوميدي، تعالوا معنا. خلينا نروح جلال، خلينا نروح نروق شوي، شو رايك؟ ايه منروح، يلا تعالوا، تفضلي، تعال. شكرا لك براق. صحة وعافية. لما كنت بالسنة الأولى، كنت أنا ونشا عم ندرس بنفس الدفعة. وبعرض تبع آخر السنة كان في إلي دور صغير بمسرحية تاجر البندقية. بس يا براق ما في شيء اسمه دور صغير ودور كبير، أنت بتعرف في شيء اسمه ممثل صغير وممثل كبير. بحترم رأي حضرتك. هذا مو رأيي، هذا بيتعلق بالقدرات. يعني قصدي أنا أنه إذا الممثل عنده قدرات مميزة وموهوب ممكن أنه يلمع بدور صغير عادي يعني. طيب أنت كيف بتقيم وضعك المهني؟ يعني أنا بشوف حالي مدير أعمال شاب قدامه مستقبل مبهر، بس طبعا لسه في سنوات طويلة قدامنا. عم دور على نجوم قادمين. طبعاً مثل ما بتعرف النجم ما بيلتقى بسهول، ممكن يطلع بوشك بأي لحظة وبأي مكان، هون أو هنيك أو بأي مكان. يعني لازم تضل عيونك مفتحة، هي أهم قاعدة عند مدير الأعمال الناجح. صحيح معك حق. أنا بعتذر لازم روح، تشرفت كتير بمعرفتك. وأنا كمان تشرفت فيك. أهلا وسهلا، نلتقى مرة مع السلامة. ناديت الجرسون وقلت له جرسون إذا جمعت كل هالأكل بصحن واحد وجبت لنا إياه وأكلنا كلنا مع بعضنا شو بيصير وقتها؟ بحبكم كلكم يا رفقاتي، تصبحوا على خير. برافو. حلوة والله، ظريفة ما هي؟ صدف أنا بدي روح، أنت ارجعي فكري شوي بموضوع الفيلم ماشي؟ يعني عادي فكري على مهلك ومنرجع منه. ما رح مثل بهذا الفيلم اللي بغبب على القلب جلال، ما رح أخذ دور المربية. ماشي يا روحي تمام. لا تقلي تمام بس مشان تسكتني. طيب يا صدف شو بدنا نعمل؟ أصلا هلأ ما في عرض تاني إليك، حتى المسرحية انتهت، شو عم تفكري تعملي؟ بلكي صار لازم أرسم طريق جديد لحالي، شو فيها؟ صدف الله يخليكي لا تبلشي لي بقصص الطاقة، أنا أصلا عشت هالتجربة من فترة قريبة مع كلبان.
لا أنا ما بفوت بقصص الطاقة، لا تاكل هم. اسمعيني، وكمان تعليم اليوغا ما بيمشي حاله، تمام؟ يعني أي شيء ما بيخص التمثيل هلأ ما بيصير، بتعملي شيء شغلة وبتستلمك وسائل التواصل، مو ناقصنا كمان. تمام، ما رح أعمل شيء. وقصص مايوهات البحر وموضة الشاطئ وكريمات الشمس ومن هالكلام، هدول كلهم ما بصير تقربي عليهم، أوعك تحكي عن الأطعمة والقصص. ما رح أحكي، تمام؟ منيح، تمام. يعني إذا بدك ممكن ندور على شيء دور تاني، شو رأيك؟ جلال، أنا ما رح أترك التمثيل، بس أنا بدي أجرب شيء مختلف عن اللي اشتغلته. اليوم رح فكر باللي قلته، تمام؟ تمام، فكري، بس بترجاك رجعي فكري بموضوع الفيلم كمان، أنا بكرة بدي أشوف شوريا، تمام؟ تمام، خلص، ما يهمك. تمام، يلا باي. تمام، وعديني تفكري صدف. خلص وعد، شو صار لك؟ طيب، يلا، سلام، باي باي. مرحبا. أنا على الباب. شو صار؟ ليك عصبت كتير، خانقت؟ لا ما فائت، يعني ما بتعرف اني اجيت اصلا. انا رتبت الغرفة شوي وجبت لك كم شغلة حطيتهم جنبها، بتنبسط اذا شافتهم بس تفيق. بس هيك، بس هيك، هي المفتاح سرحان. اذا بدك انا بروح على البيت، انت خليك هون. لا لا جلال، هي بتحبك وبدها اياك جنبها هي الفترة، انت خليك هون واذا صار شي بتتصل فيني. تمام؟ تمام، باي. الله معك. بيبين ممتاز، ما في صحفيين هون، منيحيلي ما حدا شافني. اوكي، صباح الخير. صباح الخير. فقبارش ولا لسه؟ لا. حلو كتير، ممكن تساعديني شوي لو سمحتي؟ الغراض تقال علي. ليش هدول؟ جبت شغلات بحبها برش، يعني مشان الفطور. كل شي موجود بالبيت، شكرا، الله معك. لا خير، شو بدك كمان؟ علي خانم، أنا وياكي كل اللي بيهمنا مصلحته لبرش. مزبوط، أنا بدي مصلحته، بس تصرفاتك عم تحسسني بالعكس. يمكن إذا جربتي تفكري بطريقة تانية ممكن تحسي بغير إحساس. بعدين أنا حابة كتير أتعرف على حضرتك، لأنه ما بعرف إلا اللي خبروني علي بارش وحيان، وأنتي كمان ما بتعرفيني. مزبوط، ممكن تنسي الكلام يلي سمعتي عني من الناس ونتعرف على بعض؟ ما حذرتي. Thank you.
انت عم تبكي؟ لا ماني عم ابكي. شو هذا الصوت معناتها؟ ميرال والله مو مصدق اللي صار. كانت عم تطلع فيني، فكرتها بدها تقلي شيء، عم تخيلي بكل بساطه قلعتني وسكرت الباب بوشي. اه دجله يا روحي انتي، انا بعرف انه نيتك طيبه، بس هذا الشيء في ناس ممكن تفهمه وفي ناس لا. برايك الناس اللي ما بتفهم تستاهل انه نزعل حالنا كرمالها؟ لا اصلا هي ما بتعرفني ميرال، ما بتعرفني، ما بتعرف شو انا. يا روحي اسمعيني، ما بصير تضلي تزعلي حالك كرمال هالموضوع، لانه اللي عم يتاثر هو انتي. المره ما عم يصير عليها شيء كرمال الله. لا بقى تعملي بحالك هيك، امه لبارش ما حبتك، مو ضروري كل الناس تحب بعضها. انتي خليكي بشغلك، ديري بالك على علاقتك ببارش وشو بدك فيها. ما بعرف شو بدي اعمل، والله مو عارفان. صباح الخير. صباح الخير لميس، كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن اليوم؟ إيه منيحة كتير، ارتحت، نمت، وفقت، وطلعت بوشي هديتك. عن جد شكراً لك، حبيتها كتير مزوقة. لميس، ما بدك تشكريني أنا على هدية؟ بوت البيبي عجبني كتير، ورح أقرأ الكتاب فوراً. يا حياتي، فهمت تمام، بس أنت عم تشكريني بالغلط، لأنه مو أنا اللي جبت لك هدول الغراض، هدول جيب لك ياهم سرحان. لميس؟ ألو؟ لا الو لميس، يعني مرة امبارح المساء خلص، يعني هيك صار. شو عمل؟ حكيتوا مع بعض وقلت له انا بدي اطلع بلا ما اضل لميس لحالها، ما هيك؟ لميس كان بالي رح يضل عندك، ولما سرحان اصر ما قدرت مانع، قلت له تعال. شو كان بدي اعمل؟ ازعلتي مني هلا؟ زعلانه لميس؟ لميس لميس احكي شي لميس، شبك؟ ايه تمام، بس من هلا ورايح لبقى تعملوا شي من دون علمي، لبقى تخططوا من وراي، ماشي؟ سمعتني؟ ايه سمعتك، عفوا حياتي، بالمناسبة بدي اقول لك شغلة، أنا هلا رح ألغي الموعد تبعنا مع المكتب العقاري، تمام؟ ايه تمام، منحكي بعدين. أنت لساتك زعلانة مني شي؟ رح سكر. لميس، قولي إنك مانك زعلانة، أمانة احكي شي. هلا ما زعلت، بس إذا بتعيدها رح أزعل. تمام، تمام، ما رح أعيدها، خلص، رح سكر أنا كمان، يلا، باي. باي باي باي. ألو، مرحبا، اليوم كان في عنا موعد بخصوص المكتب يلي بمنطقة نيشان تاشي. إيه، نحنا ما رح نقدر نجي للأسف، يعني طلع عنا شغل مستعجل كتير، مشان هيك عم اتصل وخبر. إيه تمام، 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 شكراً كتير، بس يعني إذا حضرتك لقيت شي مكتب مناسب يا ريت تبعت لي إيميل ونحنا منشوفه من خبرك، تمام؟ نهارك سعيد، منحكي بعدين، نهارك سعيد، يعطيك العافية، باي 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 باي. عندك شوية وقت؟ إيه طبعاً يا فريدة، تعالي، تفضلي. جلال مثل ما بتعرف أنا ما بحب الأمور اللي بتصير بالسر، يعني نحن أكيد بمجال عملنا منصادف هذا النوع من الأمور بشكل دائم، بس على القليلة نحن بين بعضنا البعض لازم نكون صريحين، يعني أنا وإنت ولميس، ما هيك؟
موضوع حمل لميس طبيعي، أنا ما بتدخل فيه، وإذا هي ما حبت تحكي فيه هاد موضوع خاص فيها تماماً، يعني أنا ما فيني أتدخل. بس أنا في شي تاني معلق بذهني، يا ريت لو كانت لميس هون. شو بدنا نعمل؟ منبقى منخبرها بعدين، ما هيك؟ شو الموضوع فريدة؟ فيسان. منيح. شو المنيح يا روحي؟ شو المنيح؟ أنا شاكة إن هي اللي فتحت علاقة بارش ودجل بهاي الطريقة بالحفلة هداك اليوم. بيسان شو أخبارك؟ منيحة وإنت؟ منيح ماشي الحال. حكيتوا مع جهاد بك يعني؟ إيه فيكي تقولي هيك شي. جهاد بك كتير بيحبني، يعني بالعادة منتخانق ومنعصي، بس الزلمة ما بيتخلى عني. شوفي هذا الأسبوع رجع كتب اسمي. بعدين يعني مثل ما بتعرفي هو بيحب يتنفع من كل قصة بتطلع على الصحافة. اي صحيح، لأنه جهاد بيك عنده هيك طبع. سمعت كمان أنك التقيت أنت وبارش بكاستينج، شو كانت؟ سنوات الصعبة ما هيك؟ ايه خاف كتير لما شافني، حتى ما قدر يفوت لجوا. فوراً كتبوا عن هالشي أنكم التقيتوا بالمقابلة اتنيناتكم. ركزي معي بدي أقولك شغلة، واسمعي علمي على كلامي، هذا الشغل أكيد إلي. كم يوم وبتسمع الأخبار وبتشوفي. بس عن جد أنا زعلانة على بارش، يعني بقدر أتخيل ليش هو عمل هيك، بس بعرفه منيح هو ما بيعمل هيك شيء أبداً. يعني بارش اللي بعرفه ما بيتصرف بهالأسلوب. ما فهمت. طيب يعني بلكي هو عمل هذا الشيء قصداً، لأنه من فترة طويلة ما حدا جاب سيرته. آخر مرة عمل مقابلة مشان فيلم تشان، وكان ناطر خبر منهم حتى مددوا الفترة، وبعدها أنا سمعت إنهم قبلوا ممثل تاني وكان على نفس الدور اللي قدم عليه بارش، وانتهى الموضوع هون. هاد كل اللي بعرفه. على كل حال ليش لحتى نتناقش بهالموضوع هلأ؟ خلينا نسكر عليه لأنه ممل كتير، ما هيك عمار؟ أي طبعاً. تمام. دجلة أنا بلشت شغل، عملت مقابلة مع اثنين ممكن يصيروا نجوم، حتى عطيت واحدة منهم الكرت. ايه وليش ما عطيت للتاني؟ مو منيح يعني؟ لا ما كان في وقت، اضطري روح فجأة. مشان هيك بالمناسبة أنا حتابع حضور هاي المسرحيات، ورح اقترح عليك تشوفي كم واحدة منها، حتى أنا بعثت لك إيميل، شوفي الإيميل المشترك تبعنا. ايه تمام شوفه بعد شوي. شبكي أنتي ليش قلبة وشك؟ ولا شي، ما في شي، شو بده يكون يعني؟ انسى. رجعتي قريتي الرسائل ما؟ لا أبدا، أنا سكرت حساباتي كلها. ايه برافو. ايه لك معناتها صايرة عم تسمعي الكلمة. شو بدك تساوي اليوم؟ اليوم مشغولة كتير، بدي روح مشان اقنعهم يعملوا مقابلة مرة تانية مع بارش بخصوص عمل السنوات الصعبة. وفي كمان اشغال لميس خانم. وبدي روح بدال لميس خانم على اجتماع مع كاتبة. مين هاي؟ جاهدة بنار. انت قريان لشي؟ لا هاي بتشتغل معنا؟ لا مو معنا. حتى في مخرجة بتمثلها لميس خانم رح تجي كمان، اسمها إليف ناز، رح نعمل اجتماع ورح نحكي بخصوص حقوق هذا الفيلم. أيمن ادعي لي الله يخليك، إن شاء الله ما خبص الدنيا، خايفة كتير يا الله. بلا حكي فاضي دجلة، طبعاً ما رح تخبصي شي، شو بدك أكتر من إنه لميس خانم واثقة فيكي لهي الدرجة معقول؟ إن شاء الله. شو صاير معك يلا قولي؟ احكي. تمام، الكاتبه بدها تروح تعمل اجتماع مع مخرج تاني كمان، وهذا المخرج هو حسن ياري. كيف؟ ايه هذا مخرج عن سيراج. ايه بعرف انه عنده، منشان هيك ماني حاسه انه عندي فرصه. اوف قلتك بنجح ايمن؟ طبعا رح تنجحي يا روحي، لا عن جد رح يمشي الحال، لا تخافي رح يمشي الحال، انا متاكد منك كثير وواثق. طيب انت لما سالتي بيسان بصراحه هيك شو قالت لي؟ شو بدها تقول يعني؟ نكرت. يعني حاولت اضغط عليها بس هي ما عطتني لا حق ولا باطل. يا روحي نحن لازم نخبر سراج بهذا الشيء، يعني تصرفات بارش وهي الحاله السيئه اللي وصل لها، هو ما اجت هيك عن عبس، ما نفجأ بعد الصور وصل لها. تمام يا فريده، بس ما في بين ايدينا اي دليل، يعني نحن بنحكي مع سراج ما في مشكله ابدا، بس انت كمان بتعرفي كثير منيح انه لما الموضوع بيتعلق ببيسان بيصير حساس وبتصير رده فعله سلبيه. ايش بدنا نعمل لك كان يعني؟ بدنا نقعد ندور على الاثار ونجمع ادله؟ ايش وشايفنا محققين؟ تمام، معناها بنعمله الاربعه على الساعه 4:30. فريده خطرت ببالي فكره جديده. جلال برايك اني خبره عن طريق تولين؟
يعني جربي برأيي. باريش، صباح الخير. إذا كنت فاضي خلينا نحكي، صار لازم ننهي الشيء اللي عم بيصير. مرحبا باريش، إذا في أي مشكلة بالشغل لا تحكي مع لميس، احكي معي. ما بدك تروح على المقابلة؟ الله يخليك، قول إنه بدك تروح. مرحبا باريش، عم اسمع حكي وقلت بدي أسألك، أنت رحت على المقابلة ولا ما رحت؟ ناطرة خبر منك. لما حكيت معي هيك فكرت إنه فريدة شاكة بشي. جلال، نحن حكينا عن هذا الموضوع. حكينا بس لما بلشت تحكي قالت لي أنا ما بحب الأمور اللي بتصير بالسر ومن هالحكي انقطع قلبي. طيب شو طلعت القصة؟ طلعت بيسان، يعني هي مفكرة إنه بيسان لقيت بقصة فضح صور دجلة وبارش، فهمتي شلون؟ تعرف خطر ببالي هالشي؟ مشان هيك رح نشوف تولين شو بتعرف. علاقتهم منيحة هالفترة، إذا عرفت هي شي رح تخبرني وأنا بخبرك، صح ولا لا لميس؟ ليك دجلة ما بصير تعرف بهذا الموضوع أبداً، وإذا بيسان هي اللي عملت هالعملة منخبر سراج، تمام؟ أنا كمان هيك رأي حياتي. تمام، نحكي بعدين. تمام يا روح. هيلا، صباح الخير يا روح. صباح النور. لميس هون شي؟ لا، وعلى حسب علمي ما رح تجي اليوم. آه، ليش؟ لتكون مريضة؟ هلأ هي إجازة، هذا يلي بعرفه. شو هالحكي؟ بس ما بتوقع أنه تكون أخذ إجازة طويلة أريج خان. منشوف حياتي. طيب سرحان بغرفته يا ترى؟ إيه هو بغرفته. منيح، معناتها خليني أروح لعنده، خلينا نشرب قهوة مع بعض. لك أخ منك يا أريج خانو. اف، لازم خبره. سرحان بيك، اجت أريج خانو. تمام، يعطيك العافية. ضحكت كتير. حكاك عن جد؟ خير، شوفي من الصبح؟ هلأ أنا إجيت شوف لميس بس على حظي طلعت البنت إجازة. بدك تحكي معها بخصوص بارش؟ أريج، أنا قلت لك من قبل لا تزعجي لميس بنوب. حياتي، أنا بدي أحكي معها بخصوص شي تاني. أنا مبارح شفتك أنت وياها قاعدين سوا. إيه، وين شفتينا؟ بمنطقة نيشان تاشي، بس أكيد كنتوا سوا بخصوص الشغل، ما هيك؟ مزبوط كلامي؟ مزبوط. ما خطر ببالي أي شي تاني سرحان، عن جد، وخصوصاً بعد ما قلت لي إنه أنت بدك تخفف الضغط اللي على لميس، ما خطر ببالي أي شي.
بس في شغلة صغيرة محيرتني، ليش رحتوا مع بعض على مركز فحص الجنين؟ يعني علقت شوي على هالنقطة، ليش؟ هذا اللي كنت بدي أسأل لميس عنه، بس مثل ما قلت حظي هيك طلعت إجازة. فهمت. شو بدك أريش؟ بارش؟ قوم خلينا نشم شوية هوا. ما بدي ماما. صحيح الصبح ندق الباب، مين كان؟ شركة الشحن، بس ما طلع إلنا، طلع لحدا تاني. خلصني قوم، والله داخل إيه من قعدة البيت. ما بدي ماما، أنت روحي طلعي تمشي وشمي هوا على كيفك. هلا أنا هيك حكيت إلا ما تفهم الأمور على كيفك. قوم نتمشى شوي على شط البحر بترتاح. ماما الصحفيين بكل مكان، برأيك أنا فيني أطلع لبرا هلا؟ ما بيتركوني. بدك تنام هيك طول اليوم؟ وين المشكلة؟ لو سمحتي بدي نام كل النهار. سكري الباب وراكي وانتي طالعة. تكرم. شو ممكن يكون بدي منك سرحان؟ مثل العادة بدي الحقيقة. شو بدك تعملي بالحقيقة اللي ما بتقدر تكتبيها؟ هاتي لشوف. لحظة ما فهمت أنا ليش ما بقدر اكتبها؟ انتو اتنين بالغين راشدين وفي بيناتكن علاقة، عم تفكروا يصير عندكن طفل، ما هيك سرحان؟ سرحان؟ عفوا انت متزوج ما هيك؟ نسيت، انا آسفة. شو هالنسوة؟ اوعك تنكر، انا بعرف كتير منيح. أريج رح أرجع أسألك مرة تانية، ردي علي بوضوح، ليلي شو بدك؟ ما بعرف، يمكن في عروض أفضل قدامي، يمكن يكون في عروض بأرقام فلكية عم تجيني مشان فجر خبر علاقتكن أنت ولميس. ما بيصير؟ برأيي بيصير، أكيد بيصير، بس مع هيك ما رح أكتب شي، تمي رح سكره. بس بدي أقول لك شغلة، في ناس عم تحاول تفضح علاقتكن أنت وياها. معناها قليلي، مين هدول الناس؟ صدقني ما بعرف مين بيكونوا، بس أنا عم حذرك مو أكتر. أنا ما عم بفهم، هلأ نحن ما منشتغل مع بعض؟ ما مشينا بهذا الطريق مع بعض؟ بلا مشينا، طبعاً مشينا، ومشان هذا السبب بالتحديد أنا هلأ قاعدة قدامك عم قلك في أشخاص وصلولي وعم قلك قدمولي عروض كبيرة وعم قلك إني فتشت بس ما قدرت أعرف مين هنن، وقبل ما تكبر القصة وما عاد تقدر تسيطر عليها لاقي هدول الناس. أوكي؟ ألو يا روحي، كيفك؟ لا تاكلي همي، أنا منيحة كتير. إيه أنا عند بارش. إيه أنا اتصلت مشان شغلي، عم قول إذا كنتوا فاضيين تعالوا بعد الظهر. إيه أكيد رح ينبسط كتير. امبارح قال لي يا ماما اشتقت لهم كتير، من زمان ما شفتهم. تمام ناطرينكم. وخبريها كانوا أهله كمان ماشي؟ خلونا نعمل له مفاجأة. يلا ناطرينكم. مع مين عم تحكي؟ مع خالتك سنة ابني. عم تقولي لي ناطرتكم؟ ماما إذا بتريدي أنا تعبان كتير اليوم وما بدي أتعاطى مع حدا. لا يا روحي، كلمة وين قالت ما في شي. ليش هيك عملت؟ شو؟ أنت زبطت لي المقابلة لفيلم قلب من زجاج؟ يعني سهيلة، لو أنك عرفتي أنه العرض مني ما كنتي قبلتي، مشان هيك أنا طلبت من سراج ونبهته ما يخبرك. بس هو ما كان ناوي يحكي بالزلق بالقصة قدامي. سهيلة أنا ماني رضيان عن حالي أبدا، يعني أنا ندمان كتير لأني دخلت بفيلم المحيط الذهبي، ندمان كتير لأني زعلتك، يا ريت لو بقدر أعمل شيء، يا ريت لو فيني أرجع بالزمن لورا، بس ما بقدر أبدا، ما بقدر. مزبوط كلامك، ما بتقدر ترجع بالزمن. مشان هيك طلبت من سراج، مشان هيك ترجيته يعمل هيك،
أنا ما عاد أيدا خلص، يعني ما قاصد زعلك، لا تواخذيني. عجبني السيناريو وعجبني الدور كتير، وبدي روح على المقابلة. عن جد؟ ايه، وهي المرة ما رح أضرب حدا بشي، طمن بالك، لا بالكرسي ولا بالجزدان ولا بالسيناريو، يعني هي المرة ما رح أرمي شي. شكراً كتير جلال بيك، عن جد شكراً. أنا هون دائماً، رح خلي هالشي ببالي.